تقريبا من لي زاتولي دو لانجيري. حنا عندنا مشكل مع لي زاتولي دو لانجيري، حنا خدامين فيها من 2000، كاين اللي خدام من 2008 2000، المهم انا بالنسبه لي من 2001 وانا خدامه معاهم. حنا ما بين 2013 صيفطونا سيمانه كونجي، حنا بين ترجعوا تلقاو بان الشركه سدات، يعني شنو المشكل ما عرفناش. ملي تابعناهم قضائيا قلنا شنو، داروا لنا طرد تعسفي. المهم الحمد لله القضاء انصفنا، خدا لينا حقنا. الحساب دابا بقى عندنا في المحكمه، بقاو تيديونا يجيبونا. اما شحال من اسرات، شحال من اسرات دمرات، شحال من اسرات شتات. والله يحسن العوال الجامع، راه كاينه اللي خلات عائلتها في مدن بعيده وجايه تتخدم، هو ما واش ما تيراعيوش هاد الناس اللي جايه تتخدم. اليد العامله راه باغا تخدم ولكن ما لقاتش معامل، يعني باغا الناس يخدموا ما لقاوش فين يعطيو الطاقه ديالهم. وحصل بالنسبه لهاد شحال من وحده دابا مسكينه مخليه ولادهم، مخليه شحال من حاجه وجايه هنا تتوقف على وداش، على ود داك المبلغ بسيط اللي خرج لي، اللي خرج لهم في الحساب تقريبا. احنا ما بالنسبه لهم تيقول لك هذيك تقريبا 10% يعني من الحساب كامل، يعني 10% اللي غادي تشدي ضرب 20 ديال العام ديال الخدمه. بالنسبه عنده واحد الحساب خرج لي وغيعطيه مثلا غير 10% فيه، وهذيك 10% طمعوا فيها. راه الله يحسن العوان، راه كاينين عندهم وليداتهم. راه ازمه كورونا قضت على الناس كاملين، راه جميع دول العالم قضت عليه، ولكن على الاقل يراعيوا شويه الناس. راه الله يحسن العوان، راه وصل بنادم حتى العظم. راه ما عندناش، راه غادي غير في يد الله والبركه. راه الحمد لله، راه اللي عنده خوته وعنده عائلته راه تيعاونوه، وراه اللي ما عندوش راه الله يحسن العوان ما عندوش منين يجيب درهم، ما عندوش منين يجيبها. ماتوا عائلات، كاينين معنا الناس ماتوا مساكن، الله يحسن العوان ليهم. ونطلبوا التعازي لعائلاتهم، كانوا تما مساكن تيجيو يديروا معنا هاد الوقفات. ها هو الحساب خرج، يعني بالنسبه لاش غيستافدوا بها، هما ماتوا الله يرحمهم. يعني راه اش غنطلب انا من مول الشركه، تنطالب منه الا كان تيشوفنا وتيسمعنا. راه قضيتي على عائلات، راه شتتي اسر، راه شحال من وحده تشردات وشحال من واحد تشرد. راه كانوا لي جوج خدامين في بلاصه وحده، راه ما عندهمش شي مدخول واحد اخر من غير هذيك الخدمه. في الاخر انا يجي هو بالنسبه له يعني قال له راسه سد، وكانت ازمه وكان عندهم مشكل ديال الفاي، ديال الفاي كما تيقولوا. راه الناس غيبقاو يصيفطوك ب 15 يوم، غيصيفطوك بهذا، وان كان الانسان كان خدام يوميا حتى ل 8 د الليل والسبوت يخدموهم الحدوده ويصوروا، وفي الاخر يجيو يسداه هكاك ببساطه. راه تنقول حسبي الله ونعم الوكيل. الله ياخذ الحق، الله ياخذ الحق، الله ياخذ الحق.